أهلا وسهلا فيكم بالدرس هذا الجديد. بالدرس هذا حنتعلم كيف ننصب الهومستيد. الهومستيد هي بيئة متكاملة لتطوير لارفل بحد ذات PHP ولارفل بحد ذاتها. هلا الهومستيد هو عبارة فقط عن كولكشنز من بعض الأمور يلي أوريدي هي عبارة عن تولز موجودة عندنا من قبل، لكن عن طريق لارفل كالعادة هن أخذونا هدول التولز وضعونا ياهم بسنتاتيك شوجر، يعني معنى آخر بطريقة وصياغة كتابة حلوة عن جد ظريفة، وبالتالي نحن نتعامل معها بقمة الأريحية وبنفس الوقت بتعطينا كتير من الفعالية. حاج حكي، خلونا نبلش بكل بساطة. لما نفوت نحن على موقع لارفل على documentation، حلاقي انه جزئية اساسية من الانستليشن عندنا الهومستيد. باللارفل هومستيد عم يحكوا لنا انه الاشياء اللي بتجي هي معه. بكل بساطة باللارفل هومستيد عم جينا من النظام التشغيل لينوكس اوبنتو 14 للبي اتش بي 5.6، حتى في امكانية تنزل 7 اذا حبيت. ال اتش في ام اللي هو ال فيري فاست بي اتش بي اللي عملتها الفيسبوك، فيكم تقروا عنه وتفوتوا على الموقع ال اتش اتش، فوتوا على الموقع اتش اتش بي ام. بالنسبة للانجن اكس هو البديل او الالترناتيف تبع الاباتشي، بيشغل ملفات ال بي اتش بي بإضافة لماي اس كيو ال البوست كريس وبعض الامور الاخرى. هلا احنا تنصيبه للهومستيد بكل بساطة محتاج لأداتين اساسيات. اول واحدة من بيناتهم هي الفاجرانت، والاداة الاساسيه هي الفيرتشوال بوكس. بالنسبه للفاجرانت فقط فوتوا على الموقع عليه وعملوا له داونلود، ولا تهتموا بعض الامور الثانيه لان هاي هي اللي انا قلت لكم عليها سنتاتيك شوجر اللي عملتها لارافيل. هاي هي الظرافه تبع الهومستيد، انه هو فقط بيكون رابر حوالين الفاجرانت وعباره عن ملف كونفيجريشن بياخذ بيرتبط او بيتم بناءه فوق الفاجرانت لحتى يستفيد بشكل كامل من الفيرتشوال ماشين اللي هي ال virtual box، وبنينا نحن البنية الكاملة تبعنا لنشتغل نحن عليها. بعد ما تنصبوا الهومستيد وتنصيبه فقط عن أمر جدا جدا عادي، فقط next 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 موجود طبعا على ويندوز، تنصبوا بعدين ال virtual box. وكثير من المستخدمين حاليا أنا متأكد إن أنتم تستخدموا ال virtual box لتنزلوا شيء مثلا أوبنتو وهمي، أو بالعكس إذا كنت على ماك نزل ويندوز وهمي، وعلى الأغلب حيكون عندكم هالأداة من قبل. كمان تنصيب تبع الفيرتشوال بوكس جدا امر سهل، فقط عباره عن نيكست نيكست نيكست. هلا بعد ما نصب نحن هالامرين هدول، اذا بنمشي شوي بالدوكيومنتيشن حيقولوا لنا انه ببساطه فيك نحن انت بعد ما تنزل الباك جراوند تعمل هالعمليه هي، وبالتالي نحن لازم نشغل هذا الكوماند هلا حاليا. خلونا نفتح التيرمينال ونضيف هالامر هذا. بالنسبه لي انا عندي حيطلع لي ايرور لانه بقصد انا عامل العمليه قبل هلا، حيقول لي انه موجود هذا البوكس اوريدي. بس بالنسبة لكم انتو هتكون اموركم ان شاء الله تمام، حيستمر للعملية اللي بعدها. العملية اللي بعدها بكل بساطة بتتم بانه نحن ننسخ الكونفيجريشنز اللي هي موجودين اوريدي على الموقع المشهور هو الجيت هاب. فبكل بساطة الامر اللي او من العرف ان نحن نحط هيك الكونفيجريشنز عندنا بالنسبة لنا جماعة الماك على الهوم دايركتوري، بالنسبة لجماعة الويندوز فيك تحطه بالمكان اللي بدك اياه، لكن خذ بالعلم انه هذا الفولدر هو محل ما حيكون عايش الباك جراوند، وبالتالي حتروح انت لتعمل الكونفيجريشن هتروح على هذا على هالمكان هذا لحتى تعيد الكونفيجريشن تبعك من مكان من 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 فتره لاخرى، وبالتالي يفضل تحطهم على الدوكيمنت على الدوكيمنتس مثلا. خلينا ننتقل احنا للهوم دايركتوري عندنا، حننفذ احنا الامر هذا. حيحمل هلا بكل بساطه الملف تبع الكونفيجريشنز من الجيت هاب ويحطه عندنا بهالفولدر هذا اللي هو اسمه هومستيد. وبالتالي اذا دخلنا احنا على الفولدر اللي اسمه هومستيد حنلاقي بكل بساطه في عندنا composer.json، في عندنا ملفات الانيشاليزيشن تبع الباتش، وفي عندنا تريد مي والقصص الثانيه. خلونا نحن نكمل شوي بالدوكيومنتيشن. هنلاقي بكل بساطه عم يطلب مننا نحن ننفذ الامر تبع الباش.init. هلا الباش.init هو بكل بساطه حيعمل انيشاليزيشن بالفعل للفاجرنت، وبالتالي حينسخ لنا نحن الكونفيجريشن من الفولدر اللي هو هلا فيه ويحطه على الهوم بفولدر دوت هومستيد. هذا المكان او هذا الفولدر بكل بساطه حيشبه كتير الفولدر نحن انشأناه بالتعليم الماضي، لكن الفرق الوحيد بيناتهم انه الهومستيد اللي بدون نقطة واللي بالاتش كبيرة حيحتوي الفاجرانت اتسلف، حيكون في الفاجرانت بحد ذاته. اما الهوم سلاش دوت هومستيد هو اللي حيحوي الكونفيجريشن اللي نحن حنعطيه اياها للفاجرانت. بكل مرة الفاجرانت بيقلع فيها، او اذا نحن حبينا نعمل بروفيجنينج حنحكي بهالموضوع طبعا مستقبلا. عموما كل شيء configuration يعني الويب سايتات اللي نحن راح نحطها للفاجرانت حتكون موجوده بهذا الفولدر. لا تكونوا كثير فايتين بالحيط او انه
متخيلين إن الوضع جدا صعب، بكل بساطة الأمور حتنشرح بالتفصيل عند التنفيذ، لكن خلونا نحن نمشي ونستمر بالتعليمات. عملنا إنه تتم تهيئة الهومستيد، يعني بمعنى آخر إذا بننتقل نحن بنرجع فولدر لورا، بنرجع على الفولدر اللي هو نصبنا اللي هو دوت هومستيد، هنلاقي بكل بساطة أنه موجود عندنا بمحتوى ملف يمل للكونفيجريشنز، ملف باتش اسمه افتر حيتم تنفيذه بعد ما يعمل بوت له، وعندنا ملف الاليسز في حال نحن حابين نضيف بعض الاليسز اللي بيشتغل على التيرمينال اللي حيعرفوا انه شو بقصد، عموما ما حيفيدنا هذا الشيء لحاليا. وبالتالي خلينا نمشي بالدوكيومنتيشن كمان. ببساطة عم بشرح لنا كيف نحن ننشئ SSH key، خلونا ننشئه نحن مع بعضنا البعض، انشاؤه جدا عبارة عن امر سهل بتنفيذ فقط العملية هي واضافة الايميل تبعنا. عم بيطلب مننا حاليا انه نحن وين بنحب نخزن ملف ال SSH او ملف الكي، يعني مفتاح ال SSH. ببساطة حنتركه بالمكان الافتراضي، حيطلب مننا موجود في واحد من قبل نعم او لا، بتعطوا نعم، وبعدين بيطلب منكم هل تريد وضع كلمة سر، تعطيه كلمة سر او لا، حسب انت حريتك وانت بتعرف خصوصية كمبيوترك. من بعد هيك حننتقل لكيف نظبط نحن الشيرد فولدرز، يعني بمعنى اخر نحن عم نصب هلا حاليا نظام وهمي مو صح، لكن من ميزات الفاجرانت انه هو بيعمل تزامن لحظي ما بين الملفات الموجودة على الجهاز الوهمي وما بين الملفات الموجودة على جهازك الحالي، وهذا الشيء نحن كثير من الأحيان بنطلبه أو بالأحرى بشكل أساسي بنطلبه، لأنه أنت عم تتعامل مع كمبيوترك لتحط الكود أو تحط الملفات أو تعدل عليه أو مثلا تعمل صورة على الفوتوشوب وتضيفها، ولكن بالمقابل الصورة بدك إياها مباشرة تكون عندك على الفاجرانت، يعني بمعنى آخر على البيئة اللي أنت عم تطور عليها لحتى تستخدمها هنيك لحتى تعمل رن للكود من الأمور هي. وبالتالي موضوع الفولدرز كثير موضوع مهم للتزامن، بالإضافة لموضوع تاني وين لما أنت تضيف الربط ما بين جهازك كدومين وما بين اللوكل، حنشوفها نحن حاليا بأمر جدا جدا بسيط، عبارة عن فقط 4 أو 5 سطور احنا بنعدلهم بكل بساطة، هدول هن السطور احنا حنعدلهم، فذلك خلونا ننتقل مباشرة لملف الكونفيجريشنز ونعدله. هنفتحه بأي تكست اديتور محبذ لنا من النوت باد بلس بلس لأي للبي اتش بي ستورم لأي تطبيق أنت بتحبه. هنكتشف انه هو ملف جدا بسيط بيحوي فقط الفولدرات اللي انت بتحب تعمل لهم سينكرونايزيشنز بالاضافه للويب سايتات اللي انت بدك تفتحهم على الفاجرانت. هلا الاي بي الافتراضي يفضل انك تتركه حاله، ما في مشكله تعطيه اي اي بي ثاني، لكن لازم تعطيه يكون لوكال، تحدد عدد الميموريز وعدد السي بي يوز بالاضافه للبروفايدر. احنا اوريدي وصلنا الفيرتشوال بوكس، ما بدنا في ام وير او اي تطبيق ثاني. بالنسبه للاوثرايزيشن كي، هي هذا اللي احنا عملنا بالتعليم السابق لما عملنا جنريت عن طريق الايميل تبعنا، وبكل بساطة المسار تبعه في حال تركته بالتعليم الماضي أنت افتراضي وبتتركه هون افتراضي. هلأ هون نحن بنحدد أي ملف لازم يصير في تزامن ما بينه وما بين الفاجرانت. بالحالة هي بكل بساطة نحن بنحدد فقط الفولدر الأساسي، يعني بمعنى آخر عندنا فولدر هو الكود اللي نحط فيه نحن كل مشاريعنا، وبالتالي بيمشي الحال. أنا بالنسبة لي مثلا بحب أحطه مثلا على الديسكتوب، وبالتالي فينا نحطه على الديسكتوب سلاش كود. بالنسبه للفاجرانت يلي حيقابله لهذا الفولدر يلي لازم يصير تزامن معه، نتركه بالحاله الافتراضيه على الكود، بتحب تغيره كمان مساله حريه شخصيه بحت. هلا بالنسبه للمواقع نحن حنفتحهم مؤقتا، خلينا نحن ننشئ اول موقع نسميه laravel.app كدومين، ما حنتركه اي بي، ما حنتركه لوكال هوست ولا 127 تبع الكرنت لوكال هوست ولا قصص هذول، وبالتالي حنسميه laravel.app. بعدين حنقول انه هذا الدومين هاد عم يعمل مابينج لهالفولدر هاد، بس مثل ما قلت لكم بالاخير المستعرض، يعني الشخص الذي حيفتح موقعنا وحيستعرض التطبيق او الموقع تبع او الموقع تبعنا ما لازم يشوف، او بالاصل نحن ما حنحط له اي شيء يشوفه غير فقط بالببليك، وبالتالي نحن دائما بنعمل مابينج على الببليك فولدر. هلا نحن حاليا سمينا التطبيق تبعنا انترو تو لارافيل، وبالتالي كمان خلينا نسميه احنا هون انترو لارافيل، بعدين بقلبه الببليك. بكل بساطة هذا الفولدر لحتى يشتغل معنا لازم نحن ننقله لقلب مجلد الكود ديسكتوب. عندنا قواعد البيانات، في حال حبينا ننشئ قواعد بيانات مؤقتا خلينا ننشئ نحن قاعدة بيانات وحتى كمان نسميها لارافيل، وهيك نكون انتهينا. خلونا نحن نحفظ الإعدادات ونرجع أول شيء ننقل الكود تبعنا للفولدر اللي اسمه الكود. بكل بساطة خلونا نعمل عن طريق
واجهات، بدنا ننشأ مجلد جديد على ديسكتوب اسمه كود. بكل بساطة حنحط المجلد تبعنا بجواته. بهالحالة هي صار المسارات مضبوطة ومنطقية. هلا نحن لنكمل التنصيب بشكل كامل، في نقطة بس أخيرة مهمة لازم نحن نعملها، اللي هي بالهوست فايل. هلا هي آخر نقطة طبعا، ورح تكون ما عاد في شيء أكثر من هيك. أنا بعرف الموضوع شوي تقيل، لكن بنعمله مرة واحدة والإفادة له جدا عظيمة. ببساطة بكل نظام، كل نظام تشغيل في شيء اسمه ملف اسمه الهوست. بهذا الملف نحن رح نعمل تعديل بسيط عليه، حنضيف فقط الدومين اللي نحن حطيناه بالإضافة للآي بي اللي حطيناه بملف الكونفيجريشن. إذا بتتذكروا الملف الهومستيد.يامل اللي كان موجود بالهوم سلاش دوت هومستيد. بكل بساطة لجماعة الويندوز موجود على هذا المسار، لهذا المسار بالنسبة لجماعة الماك واللينوكس موجودين على هذا المسار. خلونا نحن نعدل مثل ما هن بيطلبوا مننا هون. بكل بساطة هنفوت نحن ونعدل هالملف اللي موجود بالATC سلاش هوست. بالنسبة لأي حال استخدم هلا حاليا النانو، فيكم تستخدموا النوت باد بلس بلس، أي محرر نص بتحبوا. خلينا نفوت على الATC هوست ونعدل نحن ونضيف السطر اللي بده اياه. حاليا مثل ما كنتم شايفين انا عندي هلا الكم موقع عم بطورهم وبالتالي حاططهم هون. خلينا نحن نضيف تبعنا نضفناه 10. بكل بساطة سمينا نحن laravel.app. هنحفظ بكل بساطة حيل لي انه في ما في عندي permissions، بس فقط نعمله مع sudo حتى ناخذ البرميشنز تبع الايد تبع الادمنستريشن. احنا نرجع نعيد الخطوات على السريع. laravel.app نحفظ، تمام. هلا بكل بساطه صار نحن الهومستيد عندنا جاهز. في حال احنا شغلنا طبعا الفاجرنت اب كان ما في مشاكل معنا، صار عندنا الفيرتشوال ماشين شغاله، صار عندنا بقلب الكورنت ماشين، صار عندنا بقلب الهوست، في عندنا انتجريشن مع الدومين، وبالتالي بيبقى علينا فقط نتاكد انه حتى اذا حبيتوا او احنا نتاكد انه الباك جراوند شغال. خلونا نشغل نحن فقط الفيرتشوال بوكس ونشوف اذا الهومستيد كفيرتشوال ماشين شغال ولا لا. بالفعل هومستيد از رانينج كلاته تمام. طيب خلونا معناها احنا ننتقل ونجرب الدومين اللي احنا انشاناه. بدل ما نشغل على لوكال هوست خلينا نشوفه على لارافيل دوت اب. بالفعل شغال، ألف مبروك. يوصل معي لهالمرحلة هاي، لأي واحد عانى من أي مشاكل فينا فيها من بداية الفيديو لهاللحظة هاي، لو سمحتوا اكتبوا لي بالتعليقات وحرد عليكم إن شاء الله مباشرة.